تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في مصر والسودان بتشكيل آلية تشاورية فيما بين البلدين، تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا رباعيا لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان لبحث مسار العلاقات الثنائية فيما بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الحوار هو أقصر الطرق نحو التوافق، إيمانا بذلك وتعزيزا للتضامن والتعاون بين مصر والسودان، وفي إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما تحتضن القاهرة اجتماعا رباعيا بين الدولتين يضم وزيري الخارجية ورئيسي المخابرات. الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير عقب لقائهما الأخير على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يعد آلية تشاورية للتعامل مع كافة الملفات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقة الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن إزالة أي شوائب قد تعتري تلك العلاقة في مناخ من الأخوة والتضامن ووحدة المصير في مواجهة التحديات المشتركة التي وصفها من قبل وزير الخارجية سامح شكري بأنها علاقة مقدسة. نعمل دائما لتعزيز العلاقات المصرية السودانية، نعتبر أن هذه العلاقة كما يوصفها معالي الوزير أنها علاقة مقدسة، ونحن نعمل على أن تظل بهذا الشكل وتظل تحقق مصالح الشعبين. وفي دلالة على عمق العلاقة بين الدولتين عكس ما يروج له الآخرون، حرص وزير الخارجية سامح شكري على استقبال النظير السوداني إبراهيم الغندور في مطار القاهرة في مستهل زيارته للقاهرة لحضور الاجتماع المشار إليه، ليعكس المشهد دفء العلاقة بين الأشقاء. علاقة فريدة وذات طابع خاص، تلك التي تجمع القاهرة والخرطوم رسمتها الجغرافيا ووطدها التاريخ المشترك بين الدولتين، تدل على أن ما يجمع البلدين أقوى من أن تعكر صفوه شائبة أو تهز أركانه أي خلافات، لأنها علاقة أبدية مبنية على المصالح المشتركة للدولتين ومحصنة ضد أي توتر.